ان شاء الله باذن الله غادي نديروا ما امكن باش ننتصروا عليهم واخا الماتش صعيب بزاف وبحالنا بحالهم تقريبا متكافئ هذاك الشيء اللي كاين ان شاء الله وان شاء الله باذن الله غادي يربحوهم بجل واحد ولا جل زيرو ان شاء الله. الزمالك فرق كبير والله جا فرق كبير وحنا انتعاشه يلا خا واخدين البطوله يعني المورال طالع ان شاء الله يكون الخير. اهم حاجه هي ما تلقاش اهداف باش تلعب براحه في الملعب ديال الخصم. كيف قلت لك الزمالك راه فريق قوي وماشي سهل انك تجتاز فريق الزمالك في هذا النصف النهائي اللي غادي يكون صعيب. المباراه غتكون قويه غتكون ان شاء الله قويه لان الفريق اللي غيلعب الرجاء فريق الزمالك فريق معروف على الصعيد الافريقي وعلى الصعيد العربي. هو اش غنقول لك حنا كنتمنوا من الله ان شاء الله الرجاء ينتصروا وتماركاش علينا هنايا ان شاء الله. جنضرب بالنسبه للماتش ديال الزمالك والرجاء الرجاء تبقى فرقه كبيره وبحال هاد الماتشات ما تيخلعوش الرجاء الى شي نيفو ديال الرجاء بالنسبه لشي بحال العصبه بحال كاس العرب. مقابله تكون ما بين الرجاء والزمالك تكون مقابله صعيبه وكنعرفوا ليفيكتيف ديال الزمالك وما كما بغينا نوصل لك واحد القضيه ما فريق الرجاء بيضاء كاع ما تخلعوا لا الزمالك لا والو. الماتش ديالك خصك على الاقل ما يدخلش عليك هذا هو المهم ما يدخلش عليك حتى شي هدف وفي حنا متفقين في اللعابه ديالنا ان شاء الله 1-0 ولا 2-0 مزيانه.